يقول السائل: لدي أخ متوفى وأريد أن أكلف أحد الإخوة بالعمرة عليه مقابل أجر، هل هذا يجوز؟ نعم يقول: لدي أخ متوفى نعم وأريد أن أكلف أحد الإخوة بالعمرة عليه مقابل أجر، هل يجوز؟ لا بأس إنك توكل واحد يحج عنه أو يعتمر عنه وتدفع له تكاليف، تدفع له تكاليف الحج أو العمرة، وإن زدت على ذلك وأعطيته أكثر من التكاليف فلا بأس، لكن هو لا يشارط، يقول أنا ما أحج إلا مبلغ كذا أو لا أعتمر إلا مبلغ كذا، هذا لا يجوز. أما إذا أخذ ما تعطيه وحج واعتمر فلا بأس بذلك بدون مشارطة. نعم.